أجزاء من سفر يشوع من العهد القديم من يشوع واحد، نقرأ بعض الأعداد المتفرقة. ومن عدد 5: لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، كما كنت مع موسى أكون معك، لا أهملك ولا أتركك. تشدد وتشجع، لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لآبائهم أن أعطيهم. إنما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي. لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. لا يبرح صفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهك فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. أما أمرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. وأقرأ كمان من يشوع 3:5: وقال يشوع للشعب: تقدسوا، لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. وقال يشوع للكهنة: احملوا تابوت العهد واعبروا أمام الشعب. فحملوا تابوت العهد وصاروا أمام الشعب. عدد 13 من نفس الأصحاح: ويكون حينما تستقر بطون أقدام الكهنة حاملي تابوت الرب سيد الأرض كلها في مياه الأردن، أن مياه الأردن المياه المنحدرة من فوق تنفلق وتقف ندا واحدا. وأرى كمان جزء أخير من يشوع 6:1: وكانت أريحة مغلقة مقفلة بسبب بني إسرائيل، لا أحد يخرج ولا أحد يدخل. فقال الرب ليشوع: انظر، قد دفعت بيدك أريحة وملكها جبابرة البأس. تدورون دائرة المدينة، جميع رجال الحرب حول المدينة مرة واحدة. هكذا تفعلون 6 أيام، وسبعة كهنة يحملون أبواق الهتاف السبعة أمام التابوت. وفي اليوم السابع تدورون دائرة المدينة 7 مرات، والكهنة يضربون بالأبواق. ويكون عند امتداد صوت قرن الهتاف، عند استماعكم صوت البوق، أن جميع الشعب يهتف هتافا عظيما، فيسقط سور المدينة في مكانه، ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه. خلونا نغمض عينينا ونصلي وقول يا رب كلمني النهاردة. ارفع قلبك في اللحظات دي، قول يا رب عندك رسالة ليا النهاردة. افتح ذهني وافتح قلبي يا رب النهاردة لاستقبال كلامك. يا رب النهاردة مجد المسيح في وسطنا. رب مجد المسيح، تعال في ضعف يا رب وإجهادي. مجد المسيح اللي لوسطينا. رب انت اللي توصل للقلوب، انت اللي توصل للعقول يا رب. خد مكانتك في وسطينا الليلة يا رب، ليك كل المجد. امين. تفضلوا استريحوا. قصة مشهورة جدا في العهد القديم عن دخول الشعب لأريحة وعن سقوط الأسوار بتاعة أريحة. بس القصة دي قصة بتعبر عن قصة روحية النهاردة احنا بنعيشها. ناس كتيرة من اللي عايشين عندهم أسوار عالية كتير في حياتهم، وتعبانين، وما دخلوش أرض الراحة ولا أرض الموعد بسبب الأسوار العالية. ما امتلكوش المواعيد العظمى الثمينة اللي الرب اتكلم عنها لينا كجماعة ولينا كأفراد. قصة دي بتقول لنا ازاي ندخل الى ارض الموعد، ازاي الاسوار اللي في حياتي دي تقع خالص، وادخل الى ارض الراحة، الى ارض الامتلاك. كلمت فاكر معاكم من فترة عن كيفية الامتلاك، لما كلمت عن 3 شخصيات لو تفتكروهم. كلمنا عن يشوع: اصعد اعبر الاردن، قم اعبر الاردن. كلمنا عن يعقوب: قم ابني مذبح لله. كلمنا عن يونان: قم اذهب الى نينوى. لكن النهارده عايز اتكلم معاكم عن سقوط الاسوار في حياتنا، عن دخول الى ارض الموعد. عارفين موسى عاش يقود الشعب سنين هذه عددها، ومات، والشعب عمل مناحة على موسى 30 يوم. في حلم في قلب ربنا عايز يحققه، في حاجة في قلب ربنا للشعب، في حاجة في قلب ربنا ليك، في حاجة في قلب ربنا لشعبنا. في أرض معدة للامتلاك، بس القائد بتاعنا مات. اللي هيدخلنا الأرض قصة حياته انتهت.
وربنا كلم يشوع ابن نون وقال له قم اعبر بهذا الشعب الاردن عشان تدخل بيهم اريحا. ويشوع لما بيبص على نفسه وعلى امكانياته يحس انه مش هو الشخص المناسب اللي يقدر يقود الشعب الى ارض الموعد. هو شخصيه بسيطه، هو شخصيه مجرد خادم لموسى، هو ما عندوش امكانيات موسى، هو ما عندوش حتى الاختبارات الروحيه بتاعت موسى، هو ما عندوش الهاله دي اللي بتخلي الناس تمشي وراه. بس ربنا جه كلم يشوع وقال له يشوع موسى عبدي قد مات، قم اعبر هذا الاردن. وعايز اقف قبل ما اتكلم في الموضوع اللي مشغول بيه عند كم ملحوظه. اللي ربنا عايز يعمله بيك ملوش دعوه بامكانياتك، اللي ربنا عايز يستخدمك فيه بالذات في الزمن اللي احنا عايشينه مسمينها ايام الحصاد، زمن مختلف، ملوش دعوه بامكانياتك خالص. ليه دعوه بامكانياته هو، ليه دعوه بامكانياته وباللي هو عايز يعمله. دوري ودورك ان انا احط حياتي في ايد ربنا، دوري ودورك اقول له رب اعمل اللي انت عايز تعمله بيا او من خلالي، اعمل عملك فيا واعمل عملك بيا. يشوع ما كانش مصدق الرساله دي، يشوع ما كانش مصدق اللي ربنا بيقوله له ان هو اللي هيقود الشعب، لان الموقف بالعقل مش مقبول. دي مهمه كبيره قوي 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 قوي، وانا قليل قوي 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 قوي. اللي انت طالبه رب كبير على امكانياتي، اللي انت طالبه يا رب الناس مش شايفاه فيا، الناس مش قادره تتخيل ان انا اللي ممكن ادخل بيهم الارض دي، لاني قليل، لاني صغير، لاني ما عنديش امكانيه. انا كل دوري خادم لموسى، انا واحد بيخدم رجل الله، مجرد بروح مشاوير واجي مشاوير، اروح اتجسس الارض، دي اكتر حاجه اقدر اعملها. اقدر اساعد موسى في اللي طالبه، اقدر احارب، لكن ما اقدرش اقود شعب، ما اقدرش اقود رؤيه، ما اقدرش احقق اللي في قلبك لشعب كبير، لان امكانياتي بسيطه وامكانياتي قليله. بس ربنا كلم يشوع وقال له يشوع انت صحيح قليل، انت صحيح امكانياتك بسيطه، بس عايز اقول لك حاجه يشوع، كما كنت مع موسى اكون معك. اوعى تفتكر موسى كان بيقود بامكانياته وبقدراته، لا 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 لا، انا كنت مع موسى فموسى قاد، فموسى كان بيعمل اللي انا بقول عليه، وشاف حاجات في حياته، وشاف الضربات، وشاف العصايا، وشاف كل المعجزات دي لاني كنت معاه. بس انا بوعدك، وانا اعتقد الوعد ده جاي لناس كتير وسطينا النهارده، اذا قطعت صوت ربنا الوعد ده ليك، كما كنت مع موسى اكون معك. لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك، انما كن متشددا وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لان الرب الهك معك حيثما تذهب. وربنا عايز يشجع ناس وسطينا النهارده، ربنا عايز يشجعك النهارده في اللي بيقوله لك، في اللي قاله لك من سنين، ربنا عايز يشجعك في اللي عايز يعمله الوقت الجاي في حياتك، وعايز يعمله بيك في البلد دي. ربنا جاي يشجعك، بيقول لك ما تبصش على امكانياتك، انت يمكن تكون زي يشوع ما عندكش اي امكانيه، بس ربنا معاك في الارساليه دي، بس انا اكون معك. ودى يشوع ثلاث نصايح. قال يشوع عايز تقود الشعب ده، عايز تدخل أرض الموعد، عايز الأسوار الكبيرة، التحديات الكبيرة اللي قدامك عشان تدخل الأرض دي، في ثلاث حاجات يشوع امسك فيهم. الثلاث حاجات دول أعتقد كل واحد فينا لو مسك بالمفاتيح دي هيدخل أرض الموعد. لو مسكت بالمفاتيح دي ربنا هيستخدمك استخدام غير عادي. قال يشوع إيه؟ قال له النصيحة اللي أقولها لك يشوع، أنت هتعبر الأردن، المفروض ربنا يقول له خدوا معاكوا ايه؟ لانشات، خدوا قوارب، خدوا لوح خشب عشان الميه تشيلكوا، خدوا الطوق ده، عارفين زمان يلبسوا طوق كده، عوامه كده، خدوا عوامات معاكوا علشان لما تقعوا في الاردن تعرفوا توصلوا للناحيه الثانيه. قال له كده؟ ما قالوش كده خالص. عارفين النصيحه اللي اداها له ايه؟ قال له السكه دي صعبه قوي، السكه دي شاقه جدا، اللي انا بطلبه كبير جدا، وعشان تنجح فيها يشوع لا يبرح صفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا، لأنك حينئذ بس تصلح طريقك، وحينئذ تفلح. الكلمة، ناس كتيرة ربنا اتكلم لحياتها، ناس كتيرة عارفة ربنا ناوي يعمل ايه في المنطقة دي، وعايز يعمل ايه في البلد دي، بس اللي ربنا بيطلبه ده لازم نعمله بطريقته،
بأسلوبه، والكلمة بتقول لك طريقة ربنا إيه. دي الكلمة اللي توصلك، دي اللي فيها الحكمة السماوية النازلة من فوق، دي كلمة ربنا اللي الخريطة اللي بتقول لي أمشي إزاي في الحياة اللي مليانة بتحديات، اللي مليانة بصعوبات. إحنا بنعيش في حياة مليانة بضغوط، بتحديات، باحتياجات، بحرب روحية رهيبة، وبنهزم أمام احتياجاتنا، وبنهزم في الحرب الروحية، لأن الشريعة، لأن كلمة الله مش حية وفعالة في حياتنا، ضعيفة ضعيفة. ناس كتيرة بتحصل لها مواقف محزنة، أو الحلم بيختفي من حياتها، أو الهدف اللي عايشاه له، أو الوعد بتاع ربنا تأخر في حياتها، فبتحبط في حياتها. إيه علاقة كلمة ربنا بده؟ سهلة قوي. مزمور 119 عدد 50 بيقول له: هذه هي تعزيتي في مزلتي، لأن قولك أحياني. في وسط الضغوط، في وسط التحديات، في وسط الهجوم، في وسط الحرب الروحية، في وسط وانت الدنيا كلها، كلمة ربنا تيجي تعمل إيه؟ تيجي تنعشك، تيجي تعزيك. وكلمة تعزي يعني يساند. كلمة تعزية ليها خمس معاني: يساند، يدعم، يشجع، يفرح، يواسي. أنا محتاج ده في السكة. أنا عايش في زمن وحياة وأيام مليانة بتحديات غير عادية الأيام دي، ومحتاج حد يساندني، محتاج حد يدعمني. كلمة ربنا تيجي تعمل إيه؟ تدعمني. محتاج حد يواسيني، محتاج حد يشجعني، محتاج حد يقول لي كمل السكة للآخر. ألاقي كلمة ربنا بتقول لي إيه؟ لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، تشدد وتشجع كما كنت مع موسى أكون معك. أقرأ في كلمة ربنا، ربنا عمل إيه مع رجاله في وسط التحديات، أتشجع. كلمة ربنا بتشجعني، كلمة ربنا بتسندني، كلمة ربنا بتفرحني. مش كده قال ناموس الرب كامل في مزمور 19؟ يعمل إيه؟ يرد النفس. وأنا ماشي السكة في تحديات بقابلها، وإحنا بشر بنتأثر وبنتعب. يشوع السكة بتاع الدخول أرض الموعد، السكة بتاع الدخول أريحة صعبة وطويلة. النصيحة الأولانية اللي اديها لك: لا يبرح صفر هذه الشريعة من فمك. وأنا عايز أسألك النهاردة، علاقتك بالكلمة دي إيه؟ علاقتك بالكلمة إيه؟ علاقة الاجتماعات، برامج الروحية والتلفزيون، الوعظة يوم الحد أو أي اجتماع بتحضره، ولا عندك علاقة لصيقة بالكلمة دي؟ ولا الكلمة دي هي دستور حياتك؟ ناس كتير بتخدم ربنا بس مش شايفة ثمر، شايفة بالعكس فشل، لأن بنعمل خدمة ربنا، بنعمل عمل ربنا بطريقتنا مش بطريقته. طريقته موجودة هنا، الفاليوز بتاعته موجودة هنا، المبادئ الإلهية موجودة هنا، عشان كده بنخدم ربنا ومش لاقين حاجة، مش لاقين نتيجة، صفر. عشان الأساس اللي بيوريني سكة النجاح وسكة الفلاح مش موجود، غايب، ضعيف. ربنا النهاردة عايز يشجعك، التصق بالكلمة. يقول له: وجدت كلامك فعملت إيه؟ أكلته. الكلمة دي جميلة قوي 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 قوي. ويا بختك لما تقعد مع كلمة الله، هتلاقي ربنا بيكلمك. في الأمثال بيقول كده: إذا ذهبت تهديك. اتكلم على كلمة ربنا وأنا ماشي، أخد شمال ولا أخد يمين، أروح كده ولا أروح كده، أعملها كده ولا أعملها كده، كلمة ربنا تهديني إلى الطريق الصحيح. إذا نمت تحرسك من كل الأفكار اللي بنعدي فيها طول اليوم، واللي بنشوفه، والمواقف، والحاجات اللي عدو الخير بيرميها علينا، اللي بتزعجنا بالليل قوي قوي قوي. كلمة ربنا تعمل إيه؟ تحمي ذهنك. إذا استيقظت تحدثك. أول ما تقوم من النوم تلاقي الوعد كده بيرن: أنا معكم كل الأيام. تلاقي الوعد: لا تخف، لا ترهب، لا ترتعب، تشدد، تشجع. حاجات كتير قوي 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 قوي. إحنا بنخور في الطريق، مش بنكمل لغاية الأسوار، مش بندخل الأرض عشان الكلمة اللي بتقول لنا ندخل الأرض إزاي، عشان الكلمة اللي بتشجعنا نكمل للآخر ولا نخور، بقت ضعيفة في حياتنا. بقت معتمدين على الكلمة اللي بنسمعها في الوعظ، حلو، بس ده مش كفاية.
عايز تعمل عمل ربنا محتاج تعمله بطريقة ربنا، بطرق الله، بفكر الله، بمبادئ الله، بالقيم الإلهية اللي تخلينا نعمل عمل الله فينجح. ربنا النهاردة عايز يكلم ناس وسطينا عن الالتصاق بالكلمة، انك تبقى الكلمة دي على لسانك طول الوقت، تتكلم بيها، بتفكر فيها، بتتأمل فيها. بيقول له بوصاياك ألهج أتأمل. مش بقرا القراية العابرة، مش بقرا القراية إن أنا أبقى قلت قريت أصحاح واثنين وثلاثة النهاردة، لا. القراية اللي فيها مديتيشن، القراية اللي فيها بألهج بوصاياه، بتأمل فيه، بشوف المسيح فين في كل صفحة من صفحات الكتاب دوت. الكتاب ده اتكتب عشان شخص، جواب حب من شخص ليك، فالشخص ده باين حياته، عاش إزاي، فكر إزاي، رد فعله على الناس الأشرار شكلها إيه، على المتدينين شكلها إيه، كل حاجة تلاقيها في الكلمة دي. ناموس الرب كامل، فيش حاجة فيه مش هتلاقيها. على العلاقات الزوجية إزاي أتعامل مع شريك حياتي هتلاقيها، أتعامل مع إخواتي في الكنيسة إزاي كجسد واحد هتلاقيها، كل حاجة هتلاقيها في الكلمة دي. ناموس الرب كامل، مش بس بيرد النفس لكن بيصير الجاهل حكيم. في حاجات كتيرة ما نعرفش نعملها إزاي، في قرارات ما نعرفش ناخدها، كلمة ربنا تديني حكمة إزاي أعمل الكلام دون، تنير العينين، تخلي عينك شايفة، أنت شايف السكة، أنت شايف الطريق الإلهي، كلمة الله بتعمل كده. يشوع لا يبرح صفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج في نهارا وليلا. حاجة تانية اللي قالها يشوع في السكة لدخول أرض الموعد أو إلى أرض كنعان أو أريحة، في يشوع 3:5، وقال يشوع للشعب تقدسوا لأن الرب يصنع في وسطكم، يعمل غدا في وسطكم عجائب. دخول أريحة محتاجة آيات وعجائب، امتلاك الأرض محتاج آيات وعجائب، محتاج تدخل إلهي، محتاج حاجات تتعمل كده الناس ما اختبرتهاش وما شفتهاش قبل كده. والشرط بتاع العجائب والآيات ايه؟ تقدسوا. طيب يا رب ما تعمل الآيات والعجائب وبعدين نتقدس، ما احنا بنحب دايما ربنا يعمل وبعدين احنا نعمل. لا، مش دي طريقة ربنا. زي الآية اللي بيقول لك تلذذ بالرب فيعطيك سوء لقلبك، صح؟ احنا عايزين يعطينا سوء لقلبنا وبعدين نتلذذ مع الأخت نادرة في التسبيح بالرب. لا، تلذذ بالرب اولا، افرح بالرب، ابني علاقة مع الرب عشانه يعطيك سوء لقلبك. هنا قال لهم تقدسوا لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. قداسة. ناس كتيرة مش قادرة تدخل الأرض اللي ربنا وعد بيها، ناس كتيرة مش مستخدمة، ناس كتيرة خدمتها مش مثمرة، ولا الوعد الشخصي أو اللي ربنا اتكلم بيه على حياتك قادر تختبره، لأن حياة القداسة مش موجودة. أنا بعيش أي عيشة والسلام، أنا بعمل أي حاجة والسلام، أنا فكرتي عن نفسي أي حاجة، لا هي مش كده خالص. قدس لها أكتر من معنى في الكتاب. طبعا واحدة من أشهر معاني القداسة في الكتاب التخصيص والإيه؟ والتكريس. أنت بتاع الرب، أنت ملك الرب، ولو الفكرة دي أنت مصدقها ومؤمن بيها وعايشها فهتعيش لمين؟ هتعيش للرب. أنتوا مش بتوع العالم، أنتوا مش موجودين بالصدفة، انتوا مش كمالة عدد، لا، انتوا مخصصين للرب. عيش بالمنطق ده، عيش بالفكر ده، انك مخصص مكرس للرب، انك ملكه. بيقول له في اشعياء 43 دعوتك باسمك انت لي، يعني كل واحد فينا مدعو بايه؟ باسمه. انا مدعو باسمي وانت مدعوه باسمك وانت مدعو باسمك، كل واحد فينا مدعو من الرب. وده اللي قاله الأرمية، قبلما صورتك في البطن عرفتك، قبلما أخرجتك من الرحم قدستك. عارفين يعني إيه قدستك؟ يعني خصصتك، قلت ده بتاعي، أنا دعوته باسمي، ده ملكي. الفكرة دي لما بتعيش بيها تختبر يد الرب. قال عن القداسة التي بدونها لا يرى أحد الرب. يعني إيه لا يرى أحد الرب؟
يعني مش بتقدر تشوف أعمال الله، مش بتقدر تشوف صلاحه، مش بتقدر تشوف الآيات والعجائب اللي بيعملها وانت مش عايش للرب، مش بتقدر تختبرها. اللي بس عايشين للرب بيقدروا يشوفوا أعماله وصلاحه ورحمته وآياته وعجائبه، واللي مش عايش للرب مخصص مكرس للرب، ربنا بيعمل حاجات كتيرة قوي 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 في حياته وفي حياة الناس اللي حواليه وفي البلد اللي عايش فيها، وهو مش شايف، مش مدرك ان دي ايد الرب، مش مميز ان دي أعمال الرب. قداسة، كمان قداسة، من واحدة من معاني القداسة الطهارة. في عبرانيين يقول لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. ده الكلام ده من 2000 سنة، كانت الخطية محيطة بنا بإيه؟ النهاردة الخطية في الهوى، الخطية قدام عينك، الخطية جنبك، الخطية في كل حتة بتروحها، والعين بتشوف حاجات الأيام دي، صح؟ في مسلسلات رمضان بنشوف حاجات، صح؟ في الشوارع بنشوف حاجات. قلبه ذهب وراء عينيه، اللي عينك بتشوفه قلبك بتمشي وراه. قداسة، مش كده؟ قال لهم توبة لأنقياء القلب لأنهم يعانون الله. في السكة اللي احنا ماشيينها، في سكة دخول أرض الموعد، في سكة امتلاك المواعيد، في سكة سقوط الأسوار العالية اللي في حياتنا، تحتاج إلى حياة القداسة. إن أنا هفضل عايش للرب، أنا ملك الرب، وطول ما أنت بتفكر في نفسك إنك ملك الرب بتتصرف كابن لله مش ابن للعالم. ودي الشيزوفرينيا اللي عندنا، إن إحنا في الكنيسة وعايشين حياة الإيمان مع ربنا، فرحانين بالرب قوي، بنرجع في العالم مش بنعيش القداسة، مش بنعيش بالفكرة دي إن أنا ابن لله في هذا العالم الشرير، فبتصرف وبأسلك بمبادئ وبقيم لا تناسبني، وارجع للكنيسة وارجع للاجتماعات الروحية واخرج للعالم. عايز تشوف آيات وعجائب في حياتك؟ عايز تختبري آيات وعجائب في حياتك؟ القداسة التي بدونها لا يرى أحد الرب، مش قدر تشوف أعماله ولا إحساناته ولا عجائبه ولا آياته بدون القداسة. ودي النصيحة اللي يشوع قالها للشعب، لو ما أنا عارف ربنا، أنا عارف طرق الله. ودي دايما الرسالة، الشعب ده بيعبدني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. الشعب ده بيقول إنه أنا إلهه، بس قلبه في الحقيقة مش مخصص، مش مكرس ليا، مش عايش في القداسة. في روميا، وده وعظتها الوعظة دي في المؤتمر بتاعكم من الأسبوع اللي فات، بولس بيكتب للكنيسة في روميا: أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. بولس مش بيتكلم بس على القداسة الفكرية، لا، ده بيقول لهم قدموا حتى أجسادكم، بيتكلم على الجسد، ان ايديا ملكه، ان عينيا ملكه، ان رجليا ملكه، ان لساني ملكه. لما بفكر بالطريقه دي لساني يبقى مقدس، بيتكلم بكلامه: لا تخرج كلمه راضيه من افواهكم، بل كل ما هو صالح للبنيان. لما بعيش قداسه بقدس لساني، بقوله لساني بتاعك، ببقى لسانه في العالم، ببقى لسانه. تخيلوا بقى لو كلنا لسانه في ارض مصر، بنبارك مش بنلعن، بنقول الصدق مش بنكذب، فرق كبير يحصل في المجتمع، صح؟ لما ايدينا تبقى بتاعته هنلمس الناس كأن يسوع لمسها، لما رجلينا تبقى بتاعته هتروح الأماكن الصح اللي هو بيروحها، لما الجسد كمان يتقدس، مش بس الفكر ان افكر ان انا ملكه، لما جسدي اقدمه ذبيحه حيه بمحض ارادتي، اطلع كل يوم على مذبح التكريس واقول يا رب النهارده لساني بتاعك، انا عايز اتكلم بكلامك، انا عايز انطق بتسبيحاتك،
أنا عايز أقابل الناس الكلام اللي يطلع مني كلام مملح، مش كلام ينخر في العظام، بالعكس يشجع النفس المكسورة والمجروحة، أبقى لسان المسيح. عايز إيديا تبقى إيدك النهاردة كل يوم الصبح، وتسمح لربنا يعمل العملية الجراحية دي على مسبح التكريس، يجيب مشرط كده ويفتح هنا ويطلع كل الأفكار الغلط عن نفسك وعن الناس وعن إيديك وعن لسانك، يغير ده كله فتعيش رسالة، فتختبر الآيات والعجائب في حياتك. لما تعيش حياة التوبة المستمرة تعيش حياة في القداسة. لما تحافظ على نقاء قلبك اليومي، معرفش كم واحد قبل ما بينام بيقعد في محضر الله كده، هو نقول له رب النهاردة أنا آسف على 1 2 3 4 السهوات أنا بعتذر عنها رب، الخطايا المستترة اللي عملتها في الدرة أو خفايا الخزي زي ما بيسميها بولس، أنا آسف يا رب بتوب قدامك عن الأمر ده، الكبائر الحاجات الكبيرة اللي واضحة المفضوحة أنا آسف يا رب. معرفش كم واحد بيعمل كده. حياة القداسة يا جماعة مش فكرة، لا دي حياة بعيشها، بتتطلب مني إن كلمة ربنا بتغير ذهني، بتتطلب مني إن كل يوم الصبح أطلع على مسبح التكريس أكرس حتى أعضاء جسدي، قدموا أعضاء جسدكم آلات بر لله، آلات ربنا يستخدمها، كل يوم بالليل أقدم كشف حساب وتوبة قدام ربنا عن ما صنعت في يومي. فعيش في حياة قداسة، قلب نظيف طول الوقت محافظ إن ده نظيف، شايف فين الإزاز اللي عليه وساخة أو نزل عليه حاجات لزقة لزقة عمالة تلزق 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 على الإزاز، ما تبقاش قادر تشوف من الإزاز دوان، صح؟ لازم تنظف الإزاز عشان تشوف. لما قلبك مش بتحافظ على نظافته وقدسته، وذهنك مش بتحافظ على نظافته وقدسته، وإيديك الدنيا مغربشة خالص، مش هتشوف أعمال الله، مش هتشوف الآيات والعجائب اللي ربنا بيعملها في حياتك. حاجة التالتة واللي صعبة مش سهلة، في يشوع 3 قال لهم عدد 13، ويكون حينما تستقر بطون أقدام الكهنة حاملي تابوت الرب سيد الأرض كلها في مياه الأردن، أن مياه الأردن المياه المنحدرة من فوق تنفلق وتقف ندا واحدا. ودي عملية صعبة. طب أنت وعدت أنك تدخلنا الأرض، أنت وعدت بالأرض دي، بس الأرض دي ليها سكة للدخول، إيه سكتها؟ الإيمان. الإيمان لما رجلين الكهنة حامل التابوت تتحط في المية، أنا أخلي الأردن ينفلق. بس طب لو ما عملتش المعجزة، التابوت والكهنة راحوا فين؟ راحوا في داهية، ماتوا، لأن المية نازلة إيه؟ زي الشلالات، هيموتوا. العيان بيقول سكة صعبة، ادينا حاجة، طيب اعمل لي حاجة، وقف المية واحنا نعدي واحنا نروح نحارب يا عم الناحية التانية، بس ما تطلبش مننا نحط رجلينا فين؟ في المية، بس ممكن نموت والتابوت يضيع. بس هو قال لهم كده، حينما تستقر، مش تلمس، خلي بالكم الفرق، مش لما رجليكوا تلمس المياه، ما انا ممكن اقف على الشاطئ بتاع الاردن كده ورجلي تلمس المياه واروح شاددها، صح؟ ده مش ايمان، لا لا. لما رجليكم تستقر، يعني كده استقرت، انا اخلي الاردن ينفلق. دي عايزه ايه بقى؟ عايزه ايمان. دي غير عبور البحر الاحمر خالص، ويمكن في مره شرحت الفرق بين الاثنين. دي صعبه جدا. بحر الاحمر سهله جدا، مش صعبة. البحر الأحمر الأرض مستوية، يفضلوا ماشيين في المية مصدقين ربنا، أول ما يبدأوا يغرقوا يرجعوا، أول ما المية تيجي كده تغطيهم وربنا ما عملش معجزة هعمل إيه؟ هرجع. لكن الأردن مفيش رجوع، حطيت رجلك مفيش رجوع. وبعدين طلب منهم يعبروا الأردن وهو ممتلئ إلى جميع شطوطه. الأردن عادة عرضه 18 متر وهو ممتلئ إلى جميع شطوطه بيبقى 180 متر، بيتضاعف 10 مرات. ده محتاج إيمان إيه؟ 10 مرات. صعب. عايز تدخل أرض الموعد، عايز تشوف المواعيد بتتحقق في حياتك، اسلك بالإيمان مع ربنا، اسلك بالإيمان مع ربنا، ملهاش حل تاني.
ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى الأشياء التي لا ترى. إزاي يا موسى قدرت تتحرك وتطلع وتاخد قرارات في حياتك جميلة قوي؟ لأن موسى كان يرى من لا يرى بالإيمان. موسى عمل قرارات مسيرية غيرت كل حياته لأنه كان يرى من لا يرى. الحياة مع ربنا، دخول أرض الموعد، سقوط الأسوار في حياتك، امتلاك المواعيد العظيمة، تحتاج إلى السلوك بالإيمان مع ربنا. أجيب منين الإيمان؟ لأن دي قضية صعبة مش تأمل. أقول لك على ثلاث أربع حاجات يساعدوك في رحلة الإيمان مع ربنا. في يشوع 6 بيقول: وكانت أريحة مغلقة مقفلة بسبب بني إسرائيل، لا أحد يخرج ولا أحد يدخل. لو قريت في يشوع 5 هتلاقي أن الأموريين، ملوك الأموريين، لما سمعوا أن الشعب عبر الأردن خافوا جدا، فقفلوا المدينة على الآخر مغلقة مقفلة، وحطوا متاريس زيادة، مش ممكن حد هيقدر يكسر الأبواب دي ويدخل. أجيب منين الإيمان؟ 1، ثق في قوة الرب. أريحة اللي في حياتك مغلقة مقفلة على الآخر، شكل الأمر مش ممكن يحصل، مستحيل اللي ربنا قاله يحصل، مستحيل الشعب ده مش عارف يجرى له إيه، مستحيل اللي ربنا اتكلم بيه على حياتي يحصل، مستحيل الأبواب دي تتفتح. أجيب منين الإيمان؟ ثق في قوة الرب. ربنا عنده قوة، ربنا عنده سلطان، ربنا عنده قدرة. اقعد مع كلمة ربنا وشوف، شوف قدرة ربنا عاملة ازاي. اللي بيغير الأزمنة والأوقات في لحظة، في طرفة عين يغيرها، لأنه عنده قدرة. صح؟ مش هو اللي لمس نعش في ميت قام؟ مش هو اللي قال البحر أبكم أسكت؟ مش هو اللي أقام ميت أنتن بقاله 4 أيام؟ مش هو اللي فتح العيون؟ مش هو ده؟ ثق في قدرة ربنا. الوعد اتأخر في حياتك، ثق في قدرة الله، ثق في سلطان الله. ناس كتيرة بتصلي لحاجات كتيرة ربنا مستنياها من ربنا، وبعد شوية بتحبط. عارفين ليه؟ لأنه وهي بتصلي مش مصدقة أو ناسية أو متناسية قدرة الله. الحاجة اللي تخليك تصلي وإنت واثق إنك تبقى مصدق في قدرة ربنا، إن ربنا يقدر يصنع هذا الأمر، وتصدق في حكمته إنه بيعرف التوقيت المناسب اللي يعمل بيه الأمر دون. فهتفضل تصلي 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 لأنك مصدق في قدرته إنه يقدر يعملها، ومصدق في حكمته إنه بيفهم أحسن مني ومنك، التوقيت بتاعه أزبط من توقيتي. أجيب منين الإيمان؟ إنك النهاردة تعلن ثقتك في قوة الله. إيمان، إيمان، إيمان بقدرته، إيمان بسلطانه. اتفرج على المسيح في الكتاب. مش ده الرابع الشبيه بابن الآلهة اللي كان مع الفتية الثلاثة؟ إذا اكتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إن مشيت في النار فلا تلدغ، واللهيب لا يحرقك. بس أنا عندي سلطان على المية وسلطان على النار. أنا عندي سلطان، أنا عندي سلطان على الاثنين. أنا أقدر أبعت ملاكي يسد أفواه الأسود، أنا أقدر أجيب نفسي في الأتون. ما تخافش، ما تخافش، ربنا عنده قدرة وعنده سلطان. 2، قال لي يشوع: فقال الرب ليشوع: انظر، قد دفعت بيدك أريحة وملكها جبابرة البأس. ثق في قوة الرب. مهما كانت أريحة اللي في حياتك مغلقة ومقفلة، ربنا النهاردة يقدر يؤمر، يقدر يقول كلمة فالأبواب تتفتح والأسوار تقع. بالإيمان. أسوار أريحة وقعت بالإيه؟ بالإيمان. إحنا مرات نقول التسبيح هو اللي وقع الأسوار، لا، هو الإيمان اللي وقع الأسوار. بالإيمان الأسوار وقعت في قدرته. قد دفعت بيدك أريحة وملكها جبابرة البأس. ثق في وعد الرب. هو يشوع كان دخل الأرض هنا بيقول له قد دفعت بيدك، كانوا لفوا حوالين المدينة والأسوار وقعت؟ لا. بس إيه اللي خلى يشوع يكمل للآخر؟ إنه صدق الوعد.
انه صدق اللي ربنا بيقوله. اللي ربنا بيقوله بيعمله، ربنا مش بيكذب ولا بيغير كلامه. في ثلاث افعال اتقالت عن ربنا في العهد القديم: انا الرب تكلمت وفعلت، انا الرب تكلمت وفعلت، انا الرب تكلمت وافعل الان، انا الرب تكلمت وسافعل. واحده من القاب المسيح في العهد الجديد: الصادق الامين، مش بيكذب. لما الرب يقول لك حاجه صدقها. كتير مش بيدخلوا الارض لانه بعد ما عاشوا مع ربنا شويه وصدقوا الوعد، لا 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 الكلام ده اكيد مش مظبوط، الكلام ده اكيد كبير قوي، اريحه ايه واسوار ايه في الزمن اللي احنا عايشين فيه، ده اتكلموا كلام يعقل يعني. ما هو لما انا ما بصدقش الوعد بيضيع الوعد مني. ثق في وعد الرب. المسيح ما قالش حاجه ما عملهاش، صح؟ قال لهم انا هموت واقوم بعد ثلاث ايام. مات وقام بعد ثلاث ايام ولا لا؟ قال لهم روحوا استنوا في اورشليم ستنالون قوه ما تحل عليكم الروح القدس. حصل ولا ما حصلش؟ في حاجه المسيح قالها في الكتاب في العهد الجديد ما عملهاش، قال انا هعمل وما عملش؟ في حاجه المسيح لف ودار فيها كذب فيها؟ صدق في قوه ربنا وصدق في وعد ربنا. ده اللي ياتي بالايمان الى قلبك، انك مصدق في قدرته وانك مصدق في كلامه. الحاجه الثالثه صعبه، انك تطيع اللي ربنا بيقوله. الطاعه، انا مصدقك بس اللي انت بتقوله ده انا ما اقدرش اعمله. عارفين طلب من يشوع ايه؟ تجيب الرجاله وتنزلوا تلفوا حوالين ايه؟ السور. طب يعني عدينا موضوع الاردن ده ولا يبرح سفر الشريعه دي، عدينا موضوع الخشب واللانشات والحاجات دي هنعديها، لكن انا عندي ملوك الامامرين دول جبابره بأس، وبعدين اريحه فيها سورين كبار قوي والابواب مغلقه ومش عارف ايه، هندخل ازاي؟ باللف؟ ما ده مش منطقي كمان. امسكوا شويه طوب اطفال الحجاره واقعدوا احدفوهم بالطوب. انتوا عارفين اريحه كانت على تله عاليه، يعني حتى الطلوع لغايه الاسوار والباب ده عمليه صعبه مش سهله، فحدفوهم بالطوب، حصروا المدينه لما يدخلش فيها اكل خالص فيجوعوا ويسلموا سلاح ويسلموا نمر وانتوا تدخلوا، يعني قول لنا حاجه تمشي مع ده، صح؟ قال لهم ايه؟ تدورون حول المدينه. اللفة حسب شراح الكتاب المقدس قالوا اللفة بتاخد ساعتين. هم لفوا كم لفة؟ كم؟ انتوا كنتش مركزين خالص. 13 لفة. أول ست أيام كل يوم إيه؟ لفة، واليوم السابع لفوا كم لفة؟ 7 لفة. فالرجالة الصبح ينزلوا تسيبوا مراتاتهم، فكل ست تسأل جوزها أنت رايح فين؟ راح ألف. فينزلوا الصبح بدري يلفوا، يرجع جوزها البيت، ها؟ في أي حاجة حصلت؟ لا. انزلوا اليوم التاني يلفوا لفة تاني، ها؟ طبعا أول يوم الست عدتها، تاني يوم التالتة بقى أنتوا كل يوم هتنزلوا لنا وكل يوم هتطلعوا لنا وزي ما رحتوا زي ما جيتوا، ما هو وضع صعب. وبعدين مفيش حاجة بتتحرك من السور ولا الأبواب ولا الأمورين بيخرجوا يقولوا لهم إحنا سلمنا نمر، مفيش أي حاجة. بس السر في الطاعة، حتى لو العالم هيقولوا عليك مفوت شوية، ربنا عارف هو بيعمل ايه. منين اجيب الايمان؟ اصدق في قوته، اصدق في وعده، اطيع كلامه. أنتم تقولون لي يا رب يا رب وأنتم لا تعملون ما أقوله. عارفين التشبيه اللي ربنا استخدمه؟ قال على الناس اللي بتقول يا رب يا رب دي وما بتعملش اللي أنا بقوله سماهم جهلة. اللي بنى بيته على إيه؟ على الرمل، على الاجتماعات، على الجماعة، مش على الحياة الشخصية اللي فيها طاعة ربنا. فأول ما جت أزمة وجي أول احتياج وجت أول موجة وجو أول مطر وريح
البيت ده ايه؟ وقع وكان سقوطه ايه؟ عظيم. لكن التاني اللي حفر وعمق وصدق الوعد وانتظر الوعد وطاع الكلمة للآخر، بنى بيته على ايه؟ على الصخر. جات الرياح وجات الأمواج وجي المطر، البيت ده جرى له حاجة؟ كمل. دي سكة الإيمان، إن أنا بصدق في إمكانياته، إن أنا بصدق في وعده، إن أنا بطيعه. عارفين لما بطيعه بقول لربنا إيه؟ أنت بتفهم، أنا مصدقك. كل ما بتطيع ربنا بتقوله أنت بتفهم أحسن مني وأحسن من أي حد، أنا هطيعك للآخر، أنا مصدق فيك، أنا بثق فيك. الحاجة الرابعة والصعبة جدا جدا، وقضية من أصعب القضايا في حياة المؤمنين، قضية الانتظار. قضية الانتظار، الشعب لف كم لفة؟ قلنا 13 لفة، ومفيش أي بوادر أو بشاير إن السور هيقع وإن الشعب هيدخل. تخيلوا كل يوم كل يوم يلفوا ساعتين 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 ساعتين، واليوم الأخير اللفة الأولى واللفة الثانية واللفة الثالثة واللفة، ومفيش طوبة وقعت. خلي بالكم مفيش حاجة بتقول ها زقة كمان لفة كمان وهيقع، مفيش كده. السور زي ما هو، مفيش حاجة تحت في السور لغاية آخر لفة. لو الشعب لف 11 لفة وقالوا مش مكمل، خلي بالكم آخر لفة دي يعني 14 ساعة، 7 في 2 بكام؟ ب 14 ساعة الشمس بتنقعهم، طالعين من الصبح 14 ساعة لف حوالين السور، وجم في اللفة ال 11 وقالوا ايه؟ تعبنا مش قادرين مش مكملين، كلام ده وهم، احنا نجيب شوية طوب ونحذفهم. كان السور وقع؟ كانوا دخلوا أرض الموعد؟ كانوا دخلوا أرض الراحة؟ كانوا امتلكوا المواعيد؟ لا. طب لو لفوا 12 لفة كان دخلوا؟ برضو لا. طب 12 ونص؟ لا. لما لفوا ال 13 حصل ايه للسور؟ وقع السور في مكانه مرة واحدة، مش حتة حتة، لا لا، بس دي قوة الرب. بس ده الرب اللي يسقط الأسوار في لحظة في لحظة. صدق في قوة الرب، صدق في وعد الرب، طيع الرب، انتظر الرب. وفي السكة دي وانت ماشي السكة دي هتمشيها بالهتاف، بالهتاف. الشعب يسبح ويهتف بس السور ما بيقعش، اعملوا ايه؟ سبحوا واهتفوا، سبحوا واهتفوا. عارفين ليه؟ عارفين ليه نسبح ونهدف؟ ده منطقي جدا، لان التسبيح، التسبيح مش بس ببص على ربنا كاني بمجد الله، بعظم الله على قدرته وعلى امكانياته وعلى وعده وعلى كلامه. التسبيح بيعلن ايمان في مين؟ في ربنا. وكل ما هو التسبيح عباره عن ان انا ببص عليه، كل ما ببص عليه ايه؟ الايمان يولد في قلبي، بزداد ايمان وازداد عظمه ومباركه وهتاف للرب. فتقع الاسوار. كتير مننا في حياتهم اسوار عاليه، كتير نفسيه وجسديه وروحيه، وعشان الاسوار تسقط في حياتك محتاج تمشي السكه دي مع ربنا. الشعب مشي السكه دي عشان يدخل ارض الموعد، مسك في الكلمه، مسك في الكلمه، تخصص وتكرس للرب لغايه لما دخلوا الارض. وبعد ما دخلوا الارض بشويه صغيره، وبعد كده كل واحد مشي على حل راسه ولا شعره زي ما بيقولوا، عمل اللي هم عايزينه، بس في الوقت اللي تخصصوا فيه وتقدسوا فيه للرب ومشوا حسب شريعه موسى كما هو مكتوب بالحرف حسب الشريعه، لما سلكوا بالايمان وصدقوا في قوه ربنا اللي عدى بيهم البحر الاحمر واللي عدى بيهم الاردن، لما طاعوا اللي ربنا قالوا وانتظروا للفه الاخيره وكملوا السكه بهتاف، سقطت الاسوار. والاسوار اللي في حياتك وحياتك النهارده، الاسوار اللي في حياتنا كبلد، مش هتقع الا بالسكه دي. دي الطريقه ان نرجع نمسك في كلمه ربنا مره ثانيه، نرجع نخلي الكلمه تعيد تشكيل اذهاننا من جديد، نرجع نتقدس امام الرب، نكون انيه مقدسه للرب، اوعيه للكرامه مش للهوان، نسلك بالايمان مع ربنا. هنشوف في حياتنا الاسوار وهي تتساقط الواحده
تلو الأخرى، لأنه قادر أنه يسقط الأسوار، قادر أنه يحقق الوعد اللي اتكلم بيه على حياتك، قادر يتحقق الوعد اللي قاله على شعبنا مبارك شعبي مصر، قادر يعمل ده لأنه قادر. بس دي السكة الإلهية. طب ما تعملها من غير ما نتقدس، مش لازم نتقدس يعني، اعمل ده اللي في قلبك. لا بس أنا هعمل الكلام ده بيكو، وطول ما أنتوا لسه واقفين عند الحتة دي مش هعديها. معرفش إيه اللي في حياتك محتاجه يقع النهاردة. التحدي اللي في حياتك، الوعد اللي ربنا اتكلم بيه على حياتك من سنين، الأرض اللي ربنا عايز ياخدك ليها. ثلاث حاجات امسك فيهم النهاردة. امسك في كلمة الله، عيش حياة القداسة، عيش للرب، اسلك بالإيمان، وانتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك. وانتظر الرب، طوبى لجميع منتظريه. منتظر الرب يعملوا ايه؟ يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور. سكة طويلة بس فيها قوة من الرب، مش هتتعب في السكة دي لأن هو هيقويك. هناخد وقت نصلي النهاردة، واللي في قلب ربنا إن في أسوار تقع في حياتك، واللي في قلب ربنا إنك تدخل الأرض وتمتلك الأرض، اللي في قلب ربنا لينا كأفراد إنه يحقق المواعيد اللي اتكلم بيها على حياتنا، اللي في قلب ربنا لينا ككنيسة أن نمتلك الأرض التي وعد بها الرب. أمين؟ هنغمض عينينا وناخد وقت نصلي فيه قبل ما نتقدم للميدان. مهما كانت الأسوار عالية، مهما كان الوعد اتأخر سنين، الوعد اتأخر في حياة يوسف 13 سنة لغاية لما تحقق، 25 سنة في حياة إبراهيم، بس يوسف انتظر الرب، والشعب لف حوالين الأسوار 13 لفة، صدقوا الوعد. إبراهيم صدق الوعد، ويوسف صدق الوعد، ويشوع قاد الشعب إن هم يصدقوا الوعد. طاعوا ربنا، كملوا للآخر، وانتظروا الرب، ومشوا بكلمته، وعاشوا شعب مخصص مكرس ليه. يوسف عاش لربنا مخصص مكرس. كيف أخطئ إلى الله وأصنع هذا الشر العظيم؟ لا لا لا، أنا ابن ربنا، أنا ما ينفعش أعمل الخطية دي، أنا ما ينفعش أعمل المصيبة السودة دي، أنا ابن لله. حتى لو هترمي في السجن، حتى لو يبدو بالعين المجردة أن الوعد هيتأخر في حياتي وأن ببعد عن اللي ربنا اتكلم بيه، بس اختار يعيش القداسة، اختار يعيش كابن لله، اختار يسلك بالشريعة ويسلك بالإيمان. على وعدك صبرا، ما هو انت ربي.
ربنا مهتم بالأسوار اللي في حياتك وعايز يوقعها، عايز يسقط الأسوار، صدق عايز يسقط الأسوار. بس الموضوع عايز إيمان النهاردة، عايز إيمان. صدق ربنا، صدق في قوة ربنا. ربنا عنده قوة، عنده قوة في كلمته، كلمته فيها سلطان، إيديه ولمساته فيها سلطان. ما عايزك النهاردة تصلي للأسوار اللي في حياتك، إن الأسوار تقع، الأسوار تقع من حياتك. في أسوار عالية، أسوار نفسية، أسوار في العلاقات، أسوار في الخدمة، أسوار مع أولادك وبناتك. قول يا رب النهاردة الأسوار تقع، يا رب الأسوار تقع. والوعد اللي اتكلمت بيه يا رب على حياتي وعلى بيتي وعلى أولادي وعلى شريك حياتي يا رب يكون، يا رب يكون. النهاردة جاي أعلن إيماني فيك. اعلن إيمانك في ربنا في اللحظات دي، اعلن إيمانك في قدرته، اعلن إيمانك في كلمته. قول يا رب أيدني بروح الطاعة النهاردة، يا رب أيدني بروح الطاعة، أيدني بروح الانتظار النهاردة. أنتظرك، أنتظرك. الأسوار مهما كانت حصينة، مهما كانت كبيرة، مهما كانت بقالها سنين طويلة مش بتتحرك ولا بتقع، ولا في أي علامة أن الأسوار دي هتقع ولا الظروف هتتغير. النهاردة الإيمان، الإيمان النهاردة الأسوار تسقط، تسقط. اتكلم على الأسوار اللي في حياتك النهاردة بالإيمان، تنبأ عليها أنها تسقط الآن باسم المسيح. مهما تكوني حصينة رح تقع يا أسوار، ومهما تكون قدراتك واثقين في إله جبار يقدر النهاردة يتكلم على الأسوار فتسقط جميعها. نصلي ان اسوار روحيه تسقط، اسوار روحيه تسقط في حياتنا. في اسوار في حياتنا منعانا نتمتع بالمواعيد العظمى الثمينه تسقط. الاسوار الروحيه اللي حطها ابليس امامنا، اللي شوه حياتنا بيها، اللي ربط حياتنا بيها، اللي خوفتنا سنين طويله، الاسوار دي تقع. انت عارف الاسوار الروحيه اللي محتاج النهارده تقع باسم المسيح عشان تدخل الى ارض الموعد. صلي، صلي معايا في اللحظات دي، صلي ضد القيود اللي ابليس ربطها بيك، ربط رجلك مش قادر تدخل الارض النهارده، السور العالي اللي مخليك مش قادر تشوف ارض الموعد، مش قادر تشوف وتختبر مواعيد الله في حياتك، الاسوار دي تسقط. صلي النهارده، صلي، صلي النهارده. الرب يؤمر بحريه، بحريه. ايوه رب، ايمان اسقاط اسوار تسقط الان يا سيدنا الرب.
اشكرك لانك تملأ قلوبنا بالايمان في اللحظات دي يا رب. جايين النهارده بنتنبأ على كل سور يا رب منعنا من رؤيتك، على كل سور منعنا من دخول ارض الموعد، يسقط الان يا رب، يسقط الان، يسقط الان. تحط جوع وعطش يا رب جوانا لحياه القداسه يا رب، لحياه الطهاره، للحياه يا رب اللي تكرمك. تحط جوع وعطش لكلمتك يا رب. يا رب تساعدنا نسلك بالايمان يا رب، عينين ثابته عليك ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع المسيح. انا نفسي كمان نصلي من اجل الاسوار الجسديه، في أسوار جسدية، أمراض عايزينها تسقط تسقط تسقط، عشان شعب الله ينطلق ويدخل إلى أرض الموعد، يدخل إلى أرض الموعد وتكون شهادة عظيمة عن شخصه. أمراض تسقط من حياة مؤمنين، أمراض جسدية، أسوار جسدية تسقط، فشعب الله يطلق 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 وتبقى شهادة عن إيديه وعن عمله وعن لمساته وعن قدرته وعن عظمته. يا رب احنا مصدقينك إنك بتشفي. ايوه يا رب انت بتشفي الاجساد، انت بتقيم الميت يا رب. جايين يا رب نصلي ان كل سور يا رب جسدي مرض مرض، كل كانسر باسم المسيح يا رب، كل فيروس سي، كل مرض يا رب كده مستعصي يا رب، مخوف ولادك ورابط ولادك يا رب ومخلي ظهرهم محني، الاسوار تسقط باسم المسيح. تنبأ على الاسوار الجسديه بسقوط، بانهيار بانهيار بانهيار، وتكون سقوط الاسوار الامراض دي شهاده عن ابن الله، يتمجد فيها ابن الله. صلي في اللحظات دي، اعلن ايمانك، اعلن ايمانك. صلي من أجل نفسك أو من أجل ناس أنت عارف إنها عيانة، الرب النهاردة يلمس أجسادها، يلمس أجسادها. هللويا هللويا. أسوار نفسية، جروح واكتئابات وأحزان منع الناس من التمتع بيك يا رب النهاردة، يا رب تسقط. شفاءات، شفاءات للأجساد وللنفسيات النهاردة يا رب، شفاء للأرواح باسم المسيح يا رب. سقوط لكل الأسوار في حياة ولادك وبناتك يا رب، سقوط لأسوار يا رب اللي منع مصر تدخل إلى أرض الموعد يا رب، تسقط الأسوار يا رب، تسقط تسقط، اللي حاجبة النور عن الناس يا رب، اللي حاجبة اللبن والعسل، أرض الموعد اللي بتفيد لبن وعسل يا رب، أسوار تسقط باسم المسيح. بصوا يشوع قال ايه للشعب في
في اللفة الأخيرة. قال لهم الكلمات دي على اللفة السابعة في اليوم السابع. قال لهم في ذلك اليوم فقط دوروا دائرة المدينة 7 مرات. وكان في المرة السابعة عندما ضرب الكهنة بالأبواق أن يشوع قال للشعب اهتفوا. وإحنا عايزين نهتف قبل ما نتقدم للميتة، عايزين نهتف عشان أسوار النهاردة تقع دلوقتي دلوقتي، أسوار روحية تقع وأسوار جسدية تقع وأسوار نفسية تقع، ويدخل شعب الله إلى أرض الموعد. أمين. علي صوتك بالتسبيح وانشد للمسيح، انشد للإسم الغالي العالي، شفيع الناس، شفيع الناس يسوع المسيح. وانشد للمسيح، هو الاسم الغالي العالي لكل المدينه. علي صوتك بالتسبيح وانشد للمسيح، هو الاسم الغالي العالي لكل المدينه. هو شفيع الناس والدم الخلاص، هو شفيع الناس والدم الخلاص. تخيل، لا اتخيل ان السماء مش هيكون فيها سقف ولا زغاريد. ده اذا كنا هنا هنا بنسقف وبنزغر، تخيلوا في السماء يبقى في ايه. هو مستحق صح. امين امين.
أرجو من حضرات الشيوخ الموجودين ونقيان في مبيننا أي من خدام الإنجليين أن يتفضلوا للأمام للمساعدة في هذه الفريضة المقدسة، والأحباء رعاة المجموعات أيضا. يقول الكتاب المقدس أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر وقصر، ونحن على مثاله نشكر ثم نقصر. أرجو أن نقف جميعا لصلاة الشكر. يا أبانا نبارك اسمك، نشكرك نعظمك لأنك اديتنا شرف ان احنا نسبحك ونعظمك ونشكرك ونرنم ليك. انت اعطيتنا لسان التسبيح واعطيتنا فرح للتسبيح واعطيتنا شخصك، انت الساكن وسط تسبيحات شعبك. نتقدم يا رب امام المائده النهارده واحنا بنفكر نفسينا بالصنيع اللي فاق كل عقولنا وادراكنا اللي انت صنعته معانا، إنك بذلت ابنك الوحيد ذبيحة عشان خاطر تغفر لنا خطايانا وعشان خاطر تطهرنا من كل أثامنا. خلينا رب نتذكر ده في كل وقت، ونكون يا رب متجاوبين مع محبتك بكل امتنان وشكر، بكل تقديس للحياة لشخصك المبارك، في اسم رب يسوع آمين.
المقشوع لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. يا رب نشكرك من أجل الخبز، يا رب نشكرك يا رب من أجل الكأس، نشكرك لأنك أنت بذلت نفسك من أجلنا أجمعين. يا رب النهاردة يا رب نسأل يا رب مجدك علينا يرى وحضورك في وسطينا يا رب يرى. اشكرك لأنك أنت قدمت نفسك، اشكرك لأنك أنت عطيت العطايا يسوع المسيح. يا رب نباركك ونبارك حضورك ونبارك يا رب ونبارك يا رب كل ما تصنعه لينا. نشكرك، نشكرك من كل القلب. يا رب أؤمر لينا بالبركة الوقت اللي جاي لنعيش يا رب في حياة القداسة كما تريد يا رب أن نكون يا رب، ونمتلك يا رب ونمتلك أراضي عظيمة تنتظر الامتلاك بالإيمان. اشكرك يا رب لأن النهاردة كل إيمان يا رب يعلى ويزداد يا رب، وكل عدم إيمان يسقط في اسم يسوع المسيح. ليك كل كرامة وليك كل المجد لأنك أنت الحاضر في وسطينا. أنت جاي تعطي للكنيسة قوة جديدة يا رب، قوة جديدة للإيمان، قوة جديدة للحياة. نشكرك إنك تصنع هذا في اسم يسوع. آمين. وكلما أذكر كيف
قال يسوع هي العهد الجديد بدمي، اشربوا منها كلكم، لأن كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجي. يا رب أشكرك ونحن نلتف يا رب حول المائدة المقدسة. نشكرك يا رب من أجل هذا العمل العظيم يا رب الذي عملته من أجل كل واحد فينا. ساعدنا يا رب فعلا حتى ما نخبر بموتك وقيامتك. ساعدنا يا رب حتى ما نبشر بهذه الرسالة. يا رب إذا كنت قلت أنه مبارك شعب مصر، كيف يبارك يا رب إن لم يكرز له؟ كيف يؤمن يا رب إن لم يكرز له؟ يا رب دعنا يكون لسان حالنا يا رب ويل لي إن كنت لا أبشر. يا رب حولنا نفوس كثيرة يا رب تحتاج عملك العظيم. يا رب الناس تبحث عن حرية، حرية يا رب ممكن تكون سياسية أو اقتصادية أو أيا كان، لكن يا رب الحرية الحقيقية إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. يا رب ساعدنا حتى من ننادي يا رب ببشارة الإنجيل. انتزع منا يا رب كل ضعف، كل يا رب خوف. يا رب ادفعنا بعمل الروح القدس حتى ما نبشر بعملك العظيم لكل نفس. ساعدنا رب حتى لا ننتفع بهذا العمل العظيم لأنفسنا فقط، بل نقول يا رب نخبر من حولنا. أعطنا رب هذه المسؤولية أن تكون يا رب مسؤولية على كل واحد فينا موجود في المكان. صلي رب هذا في اسم المسيح، آمين. تفضلوا استريحوا، خلونا نعبد الله بجمع عطايانا. خلوني أشارك معكم بعض الإعلانات السريعة أثناء جمع العطا. أيام الحصاد زي ما أنتوا عارفين كانت في الفيوم، ونشكر ربنا على الأيام الجميلة دي وعلى الحصاد الوفير اللي ربنا باركنا بيه خلال الأيام اللي فاتت. أيام الحصاد في اسكندرية هتكون يوم 10 و11 يوليو، شهر بعد يومين، يعني شهر اللي جاي على طول. يوم 10 و11 هتبدأ الساعة 6 مساء بمدرسة الليسي بالشطبي، وهيكون معانا المطران بطرس عزيز، مطران الأقباط الكاثوليك، والأسيس الدكتور سامح موريس، هيكونوا هم المتكلمين يوم 10 و11. أحب أشجع أحبائنا اللي بيتفرجوا علينا من اسكندرية يكونوا بيحضروا الأيام دي، أيام الحصاد يوم 10 و11 يوليو بمدرسة الليسي بالشطبي. بتعلن خدمة الطفل عن بدء الحجز في مدرسة الموسيقى ومؤتمر الصيف، الحجز والاستعلام من فضلكم التوجه لمكتب الخدمة. في سيديهات خاصة بخدمة الأطفال وكتب عن الطفل برضو، وهم بيبيعوها لتدعيم الخدمة بتاعتهم. مستشفى أمون بتعلن عن وجود الأستاذ الدكتور ماجد توفيق استشاري البطنة وأمراض الكلى الجمعة الأولى من كل شهر، يعني الجمعة اللي جاية هي الجمعة الأولى، الأستاذ الدكتور ماجد توفيق هيكون موجود. الكشف للحجز والاستعلام الأرقام طالعة على الشاشات اللي محتاج يروح يكشف. كم واحد أول مرة يجي النهاردة اجتماع الأحد مساء؟ ممكن برفع الإيد كده. خلونا نرحب بكل إخواتنا اللي موجودين معانا لأول مرة. من فضلكم الجداد اللي أول مرة يجوا ما تروحوش بعد الاجتماع، في القاعة في طريق خروجنا في قاعة على إيدنا اليمين من الباب دون هنكون بنتعرف عليكم ونقضي وقت معاكم كده 10 دقائق ربع ساعة نتعرف بيكم. كل يوم حد قبل اجتماع الساعة 5:30 للساعة 7 اجتماع صلاة بالدور الثاني بالمبنى الجديد. اللي عنده احتياج صلاة محتاج حد يصلي معاه بعد الاجتماع مباشرة، الرعاة بتوع الأحد مساء هيكونوا واقفين تحت المنبر للي عايز يصلي مع حد معاهم. اجتماع درس الكتاب يوم الثلاث من 7 ل 9. تعهدات الشهرية اللي تعهدنا بيها من فترة ان احنا ندعم بيها الكنيسة في طريق خروجنا في مكتب على الإيد الشمال، التعهدات كمان نقدر الأخ باسم أنسي والأخ رضا ناجح نقدر ندفع التعهدات الشهرية ليهم. خلونا نقف مع بعض واحنا بنختم لما يكملوا لما عطى ترنيم ليسوع أعظم إله، وبعدها نختم بالصلاة الربانية.
يستحق نسقف له. ليه بتسقفه بكده؟ مستحق، هو مستحق، هو أعظم إله، هو اللي مستحق السقف والزغاريد والفرح، هو إله عظيم مستحق مستحق مستحق. بالإيمان في الإله العظيم ده اللي يقدر يشفي، عايزين نقول له مد إيدك يا رب النهاردة، مد إيدك، ارفع إيدك على الطلب ديان، وارفع إيدك نيابة عن الناس اللي انت عارف ان هي عيانة وبتعاني الأيام ديان، وقول يا رب النهاردة انت إله عظيم، انت إله عظيم يا رب، عظيم في قدرتك، عظيم في محبتك، عظيم في شفائك أيضا يا رب. اشفي اشفي يا سيدنا الرب الأيام دي، اصنع آيات وعجائب وسط ولادك وسط شعبك يا رب، تمجدك وتشاور عليك يا رب. النهاردة جايين بنصلي لمرضى السرطان باسم المسيح شفاء يا رب، هذا المرض اللعين يا رب بننتهره من الأجساد يا رب، بننتهره من الأجساد. صلي من أجل الشخص اللي انت تعرفه عنده المرض ده، وان النهاردة قوة تخرج من ربنا لشفائه الآن باسم المسيح، خلايا جديدة، غدد جديدة باسم المسيح شفاء يا رب. احنا مصدقين انك تقدر 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 يا رب، انت عظيم 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 جدا يا رب. مصدقين في سلطانك اللي كنا بنسمع عنه النهاردة، مصدقين في قدرتك يا رب انك تنتهر كل كانسر من كل جسم باسم المسيح يا رب. صلي من اجل امراض الكلى يا رب، الكلى والكبد وكل الامور يا رب، الامراض المستعصية اللي بقالها سنين يا رب والدكاترة عمال تعالج فيها، اؤمر بشفاء على اولادك الايام دي يا رب. اشكرك واعظمك يا رب. هنفضل نصلي كمان من اجل مستشفى سرطان الاطفال يا رب، زور الأطفال ديا الأيام ديا يا رب، زور مستشفى السرطان يا رب الأيام ديا يا رب، رفرف بجناحي الشفاء على المستشفى ديا يا رب، وعلى كل مريض كانسر يا رب. انت قلت كده دعوا الأولاد يأتونا، لأن انت بتحب الأطفال يا رب، تحنن عليهم الأيام ديا، روح زورهم يا رب في حلم وفي رؤية. كل الأطفال تقول جنة، واحد لابس أبيض لمس أجسادنا يا رب. انت